حبيبتي هذا نموذج شوفه، تقول دكتورة علاقتي بزوجي أول سنة كانت ممتازة، بعدها بدأ كل شيء يتغير من سيء لأسوأ، جربت الخيانة والإهمال والإهانة، ما أعرف هل هي علاقة كارمية أو عندها رسالة حتى أتغير، لأني شخص اتكالي وأخاف من المواجهة وتجربة أشياء جديدة، وإذا صار شيء ما حبيته رأساً أنسحب، رأساً أنسحب. كثير نموذج مؤلم، لأنه السنة الأولى والثانية والثالثة كلها خدعة، كلها خدعة، وعلاقة ما قبل الزواج كلها خدعة. توقعون في شخص عايش في الكلاود وفي النظارة الوردية بيقول لي صح؟ لا طبعاً بيقولون لي غلط، بيقول لي مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. احنا عايشين في النظارة الوردية ومبسوطين جدا وانت ما عندك سالفة. انا ابغى اقول لك انه كل العلاقات ما قبل الزواج وثلاث سنوات الاولى من الزواج كلها وهم وكلها خدعة وكلها غير حقيقية وكلها تحت الطاولة. يبدأ اللعب بعد السنة الثالثة. كله على خفيف. يعني اذا كنت اختلفت مع شخص وانت لسه ما تزوجت، إذا شديته يعني وصار بينكم يعني أشواط ساخنة وأنتم لسه ما تزوجتوا ولا في السنة الأولى، أحب أقولك لسه ما شفت شيء بعد. لسه أنتم في الكلاود ترى، لسه أنتم يعني محلقين فوق السحاب وعايشين في السراب، لابسين نظارة وردية ومخكم فيه كيمياء، مخكم فيه مخدرات، مخكم فيها مخدرات كيميائية قاعدة تأثر على درجة إدراككم. أنتم إلى الآن ما تدركون العلاقة بشكل صحيح، إلى الآن، إلى الآن. لك أتعب وأنا أقول يا أخي استعد، يا أخي تعلم، يا أخي استعد، يا أخي تعلم، يا اتعلم، استعد. ما تبغى تدرس عندي روح ادرس. ما كثر الله الكتب اللي تكلمت عن الزواج، واليوتيوب مليان، والكورسات مليانة في كل مكان، لكن هم ما يقدرون يشوفون الكلام اللي أنا أقوله، لأنهم جوا البلورة الوردية ولابسين النظارة الوردية وعايشين في السحاب وسط السراب. يقول يعني ايش تتكلمين انت؟ الموضوع ما يستحق، الموضوع جدا بسيط، علاقتنا كثير يعني جيد. صحيح تهاوشنا ذاك اليوم وبلكنا بعض، بس العلاقة كثير ممتازة، علاقة كثير رومانسية، كل يوم نفتح شموع. ما يقدرون يستوعبون الكلام اللي انا اقوله، لكن لما يعدون وتنفجر، تنفجر البلورة الوردية وتسقط النظارة الوردية ويطيحون من فوق السحاب، يقول ذكرت يوم الدكتورة صغيرة تقول فهمت الحين. انت الان ما تتعامل مع شخص بشخصيته الحقيقية، انت تتعامل مع نسخة لابس نظارة وردية، يعني جامل، يمشي، يعدي، يبلع فمه ويسكت، يعني غض الطرف، فكل كل 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 وهم. لما نعدي ثلاث سنوات تظهر الشخصيات على حقيقتها وعلى الطاولة كذا، الآن على الحقيقة، حنا حبايب ولا مش حبايب على الحقيقة؟ بعد ثلاث سنوات حنا حبايب ولا الموضوع جلد جلد؟ هنا تجي الحقيقة. لذلك أول سنة اللي مريتي فيها هي يعني كانت كيمياء حب، هذه كانت يعني كذا هلوسات حب، هلوسة. فالآن أنت صحيتي الآن، هو صحى، ما أدري إذا هو صحى قبلك ولا أنت صحيتي قبله. المهم الآن اكتشفتي إنه هذا الرجل خائن، مهمل، غير محترم. ما عرفتي هذا الشيء قبل صح؟ ما بين صح؟ ما ورى نفسه إنه خائن أو مهمل أو غير محترم أو لا يقدر المرأة أو لا يعرف يتعامل مع المرأة أو يمد إيده على المرأة. ما بين قبل صح ولا بين بأول سنة صح، لأنه لابس النظارة الوردية وكلكم قاعدين في البلورة الوردية وقاعدين تضحكون على بعض. الآن بينت الحقيقة، فالآن أنا أقول لك خلي السنة الأولى على جنب وحطي القصة اللي الآن صارت قدامك، حطيها على الطاولة وفكري فيها بشكل حقيقي وواقعي. هل هذا زواج يستحق أنه أنت تجتهدين عليه وأنه أنت تتعلمين وتدرسين وتفهمين الزواج وتفهمين شو اللي صار شو اللي ما صار، تفهمين شخصياتكم؟ الآن بدأت اللعبة، الآن بدأت القصة الحقيقية. من أصعب الأشياء في الحياة أنك تتزوج،
ومن أصعب الأشياء في الحياة إنك تتزوج زواج ناجح، شيء كثير صعب، شيء كثير صعب. وعلى فكرة لا أحد يجرؤ إنه يقول هالكلام، لا أحد، لأنه بيطلع مليون واحد يقول أنت ما عندك سالفة، وعشانك أنت فاشل، وعشان ما أعرف إيش، وعشان أنت تمرت تجربة فاشلة تحكم على. بالعكس، أنا أشوف عندي عمي وخالي وجدي وجد كلهم عايشين في العسل ومبسوطين. لا لا، كلهم يتضاربون طول الوقت، كلهم يتهاوشون طول الوقت، حطوا رجينكم على الأرض، هذا الواقع. تخيل شخصيتين مختلفتين تماما، أعمار مختلفة، أفكار مختلفة، مرات دين مختلف، جنسيات مختلفة، فلاتر مختلفة، طفولة مختلفة، صدمات مختلفة، كل واحد يعني جاي من أفق مختلف تماما، يعيش 24 ساعة مع شخص ثاني. ومطلوب أنهم يبنون حياة ويكملون هذه الحياة بطريقة كثير جميلة وكثير نايس، ويفتحون الشمعة آخر الليل. شلون؟ شلون؟ يبغى له جهد، يبغى له شغل، يبغى له عمل، يبغى واحد ذكر واحد أنثى. بعد واحد ذكر واحد، يبغى لها أنها تفهم الذكورة وطاقة الذكورة وكيف يفكر الرجل، كيف يشتغل هو، يبغى له يفهم كيف تفكر المرأة وكيف فهمتني وكيف وليش صارت المشكلة، وكثير أشياء، ملف كثير كبير. ذاك يؤلمني كثير لما الناس ما يستعدون للزواج بقدر استعدادهم بالفستان والشنطة والميك اب وكذا، انه هذا هو المهم، هذا هو اللي بس كان ناقص. بينما بعد سنة الى ثلاث سنوات قصة كلها لا الفستان نفعك ولا الكوش نفعت ولا الطقم الالماس نفع، كلها ما انقذت زواجك، كلها الشيء الوحيد ينقذ زواجك هو ادراك بوعيك بس. لذلك انا اقول لك لا تقعدين تفكرين في السنه انه كان هو كويس بعدين ما صار كويس، لا هو كذا من الاول، هو خائن مهمل يهين المراه من قبل ما يتزوج على فكره. يعني هو ما تغير يعني في يوم وليله، يعني من سنه لسنه ثانيه، هو من الاصل كذا، هو من الاصل هذا هو. لكن توها تتضح الامور، توها يعني تنحط الأمور على الطاولة، كانت الأمور تحت الطاولة، الآن صارت على الطاولة. فلا تنشغلين تفكرين تقولين السنة هذه كانت سنة حلوة وش صار، هذا هو الآن المنتج النهائي اللي قدامك. الآن فكري بهذه الطريقة، فكري هل هذا رجل يستحق، مرينا أيام حلوة، مرينا مواقف حلوة، يستحق أني أنا أجتهد وأطور نفسي وأفهم الحياة الزوجية، ولا والله ما فيني حيل، أو أنا خايفة ما أبغى أعيش تجربة طلاق، أو ماني مستعدة لهذه التجربة، أوكي خلني أتطور وأدرس في موضوع الزواج. تقدرين تحضرين كورس دايزي الوعي الزواجي، تقدرين تبحثين عن شخص آخر غيري يدرسك يعلمك هذا الموضوع. أعتقد أنه الكورس اللي أنا قدمته كورس كثير متطور كثير ممتاز، ولا شفت أحد، ما أعرف يمكن في أحد أفضل مني قدم، ما أعرف، لكن ما شفت أحد قدم مثل جودة هذا الكورس. يعني مر بمراحل متعددة. ليش؟ أنا بقولك ليش، لأنه غالبية الناس لما يقدمون كورس أو كتاب يقدمونه بمستوى واحد، اللي هو إما المستوى اللي هو المستوى الفكري المادي، كيف نتعامل مع المرأة، كيف نفهم الرجل، كيف ما نعرف، كيف الاتصال، كيف كذا، كيف نحب، كيف ما نحب. في أشخاص يتكلمون على مستوى أعمق اللي هو الوعي الإدراكي، ما هي الرسالة، ما هي النية، ما هي كذا. طيب في أشخاص يتكلمون على مستوى الطاقة، أنا تكلمت على كل المستويات، ناقشت كل هذه المستويات، كل هذه الطبقات اللي نشوفها واللي ما نشوفها في الحياة الزوجية، لأن في شيء ينشاف، في شيء ما ينشاف، في شيء ما ينشاف لأن سري تحت الطاولة، فلا بد إني أنا أفهمه. ما تبغين تحضرين عندي، لا تخلين نفسك، المكتبات مليانة من كتب الزواج، مليانة، لا بد إنك تفهمين اليوم أو بكرة، عندك رسالة إنك أنت تفهمين هذه القصة اللي أنت مريتي فيها. لذلك أنا أشجعك إنك أنت ترفعين إدراكك في هذا المجال، بما أنك حطيتي قدرك، اختيارك، الله، اللي تبغين تقولين عنه، أنت حطيتي في موقف لازم تفهمين رسالته. ما عاد في يوتير لما يصير الموقف، ما عاد في يوتير أنك تقول لا والله هو أنت ما أبغى أخذ هاي التجربة، ولا أبغاها من ضمن اختباراتي في الحياة، ولا أبغى أفهم الرسالة. اخترتي، الله قدر لك، صار اللي صار، والآن أنت خضتي هاي التجربة ولازم تفهمين رسالتها.